كان في الحقيقة كان لقاء شيق، كان في واحد المجموعة ديال المعطيات اللي دلينا بها الصحافة المحلية والوطنية بخصوص الخروقات، بخصوص طريقة تسيير الخروقات اللي كترتكب والتجاوزات اللي لاحظناها على مر هاد العامين هذه. كما كان واحد المجموعة ديال الأسئلة اللي جاوبنا عليها، اللي عطنا فيها واحد المجموعة ديال المعلومات الدقيقة اللي خديناها من 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 مصدر الخبر، وحنا في إطار الدراسة ديال هاد المعلومات هادو باش نشوفوا شنو هما الإجراءات اللي غادي إن شاء الله نتخذوهم في المستقبل. في الحقيقة احنا غادي ندرسوا هاد المعلومات هادو، هاد المعطيات كلهم غادي نديروهم دراسة دقيقة، ولكن إذا كان احنا على أي احنا العمل ديالنا تيلزم علينا باش نمشيو إلى أبعد حد لمحاربة التجاوزات ولا الخروقات اللي كاينين. إلى لاحظنا بأن هاد المعطيات هادو تلزم علينا وتستحق باش نمشيو للقضاء، راه ما غاديش كيما مشينا للقضاء قبل، راه غادي نمشي وحده المهمه ديالنا تنديروها بكل شفافيه وبكل مسؤوليه وبكل جراه وبكل شجاعه. والهدف ديالنا من هذا الشيء ماشي هو نديروا عراقيل لشي واحد، ولكن حنا الهدف ديالنا هو تصويب الامور، والهدف ديالنا هو الفريق اللي تيسير يلتزم ويعرف بان راه كاين واحد المكون في الواجهه الاخرى اللي حريص على التدبير، اللي حريص على 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 الاسس لي بون براتيك دو جيستيون في الشان العام. في الحقيقه الجواب على هذا السؤال سهل، هل يسيرها بشكل فعلي؟ احنا لا نعلم. ما نعلمه وهو مؤكد هو ان السيد الرئيس لا يحضر للدورات، ونحن نسجلها في بدايه كل دوره، في كل اجتماع نسجل نقطه نظام ونحثه على 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 الحضور، لاننا نعتبر حنا تنعتبروا بان راه ما يمكنش شي سفينه تكون غاديه بلا 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 ربان. هاد التارودانت ولات سفينه غاديه بلا ربان، ما تنعرفوش اليوم حنا شكون اللي تيسير، ما تنعرفوش مع من نتواصلوا. تنعطينا واحد المجموعة ديال الاسئله الرسميه اللي على 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 التدبير، ودرناها في على حساب القواعد ديال القانون 13-14 اللي تيضمن لنا الحق باش نعطيو اسئله كتابيه. انا شخصيا اعطيت تقريبا حطيت واحد ما يناهز 30 سؤال وما توصل هنا تيبين لي باننا ما كاينش رئيس. هادو معطيات واش كاين ولا ما كاين ما نقدرش نقول لك، ولكن هاد المعطيات تنجمعهم انا وتنقول راه الرئيس غائب، ما عندنا ما تنشوفوش فيزيكمون في الدورات ولا يتفاعل مع الطلبات ديالنا والاسئله ديالنا. بالنسبه لي انا ما كاينش. اكيد اكيد هادي تيحضر ولا ما تيحضرش راه عنده مسؤوليه مباشره، راه هو المسؤول الاول، هو اللي تيتحمل جميع التبعات الاخلاقيه والقانونيه ديال التجاوزات اللي تدار في المجلس عنده. وحنا حنا تنوجهوا ليه النداء، ونعاود كما تنوجهوا ليه النداء ديالو باش يلتزم بالعهد اللي عطانا واللي جلسنا عليه واللي انخرطنا باش ننقذوا هذه المدينه، والعهد اللي عطينا للساكنه وهو كان حاضر. احنا درنا الحمله ودرناها وحضر معنا في جوج ديال يومين، حضر معنا في الحمله، الحمله دامت 10 ايام، جا عندنا يومين ودرنا دوره والتزمنا مع الساكنه. كنطالبوه اليوم باش يتحمل المسؤوليه الاخلاقيه ديالو والمسؤوليه القانونيه باش يدبر ويشوف هاد المدينه هذه وهاد المجلس شنو واقع فيه. شوف حنا عندنا واحد المجموعه ديال المعطيات اللي هي خصها مازالت حنا تنتسناو الجواب. هادو تساؤلات، حنا عندنا معطيات وطرحنا تساؤلات خص الطرف الاخر اللي تيسير اليوم هو اللي يجاوب. حنا فاش نشوفوا التونير لاشا ديال التونير في 2022 18 مليون وفي 22 18 مليون ولا المهم بين 22 و 23 كاينه 30 مليون ديال التونير. التونير شحال تيدير؟ 200 درهم مع اغلى في اغلى طونير تيدير 200 درهم. هو الميداد اللي تنديروه في ليزامبريمونت باش نديروا ليزامبريسيون ديال الاوراق. يعني فاش تقول 30 مليون على 200 درهم، راه تنهضروا على الالوفات ديال الطونيرات في سنتين. دابا حنا سنه راه يلاه سنتين راه يلاه ضربنا 16 شهر ولا 18 شهر، يعني سنه ونصف ضربنا 30 مليون ديال الطونير. ولكن ما هو الاخطر من هذا الشيء؟ هو في واحد البوست اخر اشنو تلقاو في واحد البلاصه اخرى في المصاريف تلقاو بوند كوموند ديال لي زامبريسيون فيهم 6 المليون.
اش تدعم واش نتوما عندكم لي زامبريمونت وتشري لهم الطونير ماشي مهم امنا بالله وتتعاودوا تزيدوا دو شنو تمشيو تعاودوا ديروا زامبريسيون في بلايص اخرين واش شرحوا لنا هاد الشيء هادو تساؤلات اللي حنا تنطلبوا من هاد الناس يشرحوا لنا ويوضحوا لنا يوحيدوا اللبس على هاد الاسئله دابا الاجتماع ديال اللجنه يومين قبل الدوره تابح في ليكسبيديتي ومعنا حضرت لافي يوم قبل يعني هاد الشيء في